السلام عليكم ورحمة الله، كل عام وأنتم بخير وجمعة مباركة إن شاء الله علينا جميعا. في هذه الحلقة راح نحكي عن الحلقة الجديدة من إلاستيك 5، راح نحكي عن مجموعة أشياء لها علاقة طبعا بالسيرش، راح نكمل بسلسلة الكويريز اللي شغالين عليها. المرة الماضية حكينا عن البول كويري، حكينا عن الماتش كويري، اليوم راح نحكي عن تو كويريز، رينج واكزيست، وراح نشوف كيف ممكن ندمج الماتش كويري مع البول كويري والرينج والاكزيست، يعني مع البول كويري. لازم ننتبه على نقطة جدا مهمة، ان البول كويري اصلا يحتوي على الكويريز اللي نحن بنستخدمها، مثل الماتش اكزيست، فول تكست، ماتش فريز الى اخره. فلذلك دائما ينصح انه قبل ما نتعلم البول كويري نتعلم الكويريز السيمبل اللي هي بدون ما يعني يكون فيها ماست وماست نوت وفلتر والى اخره، علما انه قد يكون البول كويري هو من اكثر الكويريز اللي استخداما نظرا يعني للامكانيات اللي بيوفر لنا اياها. لكن بدون السمبل كويريز انا اصلا ما بحسن بستخدم البول كويري. امثله على ذلك خلينا نشوف الان مثلا مثل هذا. طبعا هون رح نذكر انه نحن في عندنا اندكس اسمه برودكتس، فيه مجموعه فواكه خضار الى اخره، نيم برايس كاتيجوري اي دي وتايم ستامب. طب نشوف هذا المثال. تتذكروا نحن حكينا على بول وقلنا فيها ماست، لاحظوا هون وحكينا على ماتش كويري. الان ماتش هو جوات ماست، اصلا ماست وماست نوت وفلتر بيحتوي على كويريز اللي هي اصلا شغاله بدون يعني بدون بول. فلذلك لاحظوا ماست، الفيلد اللي اسمه نايم ماتش تفاح، الكاتيجوري اي دي ماتش 1 وهكذا، تمام. فهذا مثال. طبعا لما نقول جوات ماست في اكثر من ماتش لازم يتحقق اكثر من شرط، لازم يتحقق انه النيم فيه تفاح وكاتيجوري اي دي واحد. فهي نقطة لازم يعني ننتبه عليها، انه الاوبريتور هون بيناتهم هو اند، تمام. طب خلينا نشوف مثال تاني. مثال تاني فيه فلتر وفيه ماتش، فيه فلتر وفيه ماتش. لاحظوا هون نحن عفوا فيه فلتر وفيه رينج، ماست وفلتر، الفلتر حطيناها كمان فيها ماتش. طبعا نحن عم نحاول ننوع الامثله عشان نشوف انه مو بالضروره ماتش تستخدم لوحدها او مع ماست، ممكن تستخدم مع فلتر. كمان في عندنا شيء اسمه رينج. الرينج هاد بيعطينا امكانيه انه نبحث عن قيم رقميه او تاريخ ووقت بين تو فاليوز، بين تو فاليوز، يا اما ممكن نقول نحن اعطينا كل المنتجات اللي سعرها اكبر او يساوي 20، او ممكن نقول له اصغر او يساوي 10، او ما بين هذول السعرين، اكبر من ويساوي الى اخره. فلتر حطينا فيها ماتش وكاتيجوري اي دي واحد. لو سوينا كليك راح نشوف انه في عندنا تو برودكتس ينتمي لكاتيجوري 1 الاسعار فيهم اكبر او يساوي 20. طيب خلنا نشوف الرينج لوحده، الرينج شفناه. طب خلنا نشوف الاكزيست. الاكزيست هذا صراحه يعني من اليوتيليتي جدا جميله في السيرش. طبعا هذا الاكزيست المقصود فيه طلع لي كل الدوكيمنتس اللي فيها كولم اسمه برايس، كولم او فيلد اسمه برايس. طبعا لازم ننتبه انه الاستيك سيرش هو نو سيكوال، واهم ميزه في النو سيكوال هي سكيماليس، يعني قد ترى بعض الدوكيمنتس فيها 10 فيلد ودوكيمنت اخرى فيها 3 فيلد. فلذلك نحن يمكن عم نبحث عن دوكيمنت بغض النظر عن الفاليو تبع البرايس، اي دوكيمنت اي منتج فيه سعر بغض النظر عن السعر. فيعني هذا الاكزيست، لاحظوا هذا الاكزيست استخدمنا اكزيست ونحدد الفيلد بعدين برايس. الان راح نستخدمه مع ماست نوت، مع ماست نوت. طبعا ماست نوت نتبع للبول كويري. ماست نوت ايش؟ بدنا كل الدوكيمنت اللي ما فيها كوانتيتي، اللي ما فيها كوانتيتي، تمام، يعني نفي. فلاحظوا طبعا هو بيطلع لنا كلهم. طب لو قلنا له هون ماست نوت، طبعا اكزيست فيلد برايس راح ايش؟ يماتش كل الدوكيمنت بناء على هذا الكويري، ماست نوت راح ينفي وبالتالي ما راح يطلع لنا ايش؟ ريزلتس وهكذا. هذا يعني لمحه سريعه عن الرينج وعن الاكزيست وكيف نستخدم الكويريز البسيطه مع الكومبلكس كويريز مثل البول اللي فيها ماست وفلتر وماست نوت والى اخره. الله يعطيكم العافيه، ومره ثانيه جمعه مباركه، والسلام عليكم.